يومية رمضان مع فريد من نكتة على قناة أنفاس بريس. ضيف هذا اليوم أستاذ ديال التعليم الفني وممثل السي حميد الوجدي الموالدي. مرحبا بك على قناة أنفاس بريس. الله يبارك فيك أخي وصديقي فريد دلياس. أول حاجة بعد أنا تنفتخر بك لأنك تدرس عندي في المسرح وهذا شرف لي، وانت من الطلبة المتميزين. وانت أنا شرف لي ندير حوار فني مع الأستاذ ديالي. الله يبارك فيك. كي يجيك الطقوس ديال رمضان؟ الطقوس ديال رمضان، وفي حقيقة أنا ما عنديش تغيير في رمضان، عندي نفس الطقوس. هو اللي يزيد هو الروحانيات. رمضان خاص للعبادة. بالنسبة لي أنا عندي طقوس خاصة في مائدة الإفطار، وهذا تغيرات من بعد كورونا، تغيرات بزاف بزاف الحوايج تغيروا في الحياة ديالنا كاملين. من جبتي يعني مائدة الإفطار، شنو هي الحاجة اللي ما كيستغناش عليها السي حميد في مائدة الإفطار ديال رمضان؟ هو اللي ما تنبغيش بزاف، اللي ما تنبغيش بزاف هو المعجنات. أما الفطور عندي أنا عاد تقريبا هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات عاد تنحط فيه كل شيء، يعني لي صالاد روبا، تقدر تكون الحريره ولا ما تكونش، ما عنديش مشكل. ولكن ضروري باش نبدا خاصني الباغيت، ندير فيه فرماج ولا جبن وبيضه، هذه ضروريه. والمعجنات بكل تواضيع لا لا تنقصهم شويه. كي دير مع القفيفه ديال رمضان مع هذا على الاسعار؟ حقيقة لا، ماشي أنا اللي تمحنا، ولكن هو المغاربة كلهم. كاين واحد ارتفاع كبير بزاف في المواد الغذائية. بحقيقة أنا عاد تنخرج 200 درهم تقريبا، ما تجيب بها حتى حاجة، كل شيء غالي. ماشي تنتأسف راسي، تنتأسف الناس اللي قل مني في المستوى بزاف، والله يهديهم. أنا ما عرفتش هذه الحكومة، ما عرفتش البصلات بواحد الثمن مرتفع بزاف. درت قرافاطة كما قلتي. ما كل شيء غالي، الله يكون في العوان وصافي. ما طقوس ديالك أستاذي مور الإفطار؟ طقوس ورا الإفطار عندي بعدا في الإفطار، تنفطر في التلفزيون بالآلة، آلة الطرب الأندلسي. تنبغي نفطر وأنا في هادئ، حيت ما تنتفرجش في لي سيت كوم، كاميرا كاشي، هذا الشيء ما تنتفرجش فيه. صافي تفرجنا فيه في واحد الوقت، ما بقاوش يعجبوني. ما كاينش مصداقيه. ورا الافطار تنوض، تنمشيو للمسجد. تنجي من المسجد، اما تنكون عندي شي لقاء مع شي صديق ولا شي حاجه في المقهى، اما تنجي للبيت تكون عندي شي كتابه ولا تنقرا، وتنتفرج في جوج اعمال اللي تنشوف في هذا العام، تنشوفهم على اليوتيوب. شنو هما الاعمال اللي كتشوف؟ تنشوف مسلسل مكتوب، حيت الجزء الاول والجزء الثاني، وتنشوف مسلسل كاينه ظروف. البارح بنتي لينا في واحد المشهد، يعني انا صراحه بنتي لي رجل شاري، تبغي نجي عندك نقول لك اعطيني باش نكمل رمضان. هو كانت لي بصراحة فرصة باش نشارك في هذا المسلسل، لأن مسلسل جميل بصراحة، مكتوب مزيان، مخرج مزيان، دريس الروخ صديق. والعمل كل عمل خر فني في التلفزيون ولا السينما ولا على خشبة المسرح في رمضان؟ في رمضان ما نظنش عندي مسلسل آخر، يمكن غيدوز ورا رمضان ديال المخرجة زكية الطاهري، وعندي حلقة ولا اثنين في برنامج مداولة. ولكن واش غيدوزوا في رمضان ولا ما يدوزوش، البرنامج تتبقى عند القناة في الورشة. وشنا أن طلبة مالهم رمضان؟ رمضان يلا شي جوج طلبة وأنا واحد أخر. هو في رمضان تيكون شوية صعيب التوقيت ديال بعض الطلبة، تيكونوا في لافاك تيغيروا لهم التوقيت، وعندي بعض الطلبة اللي تيشتغلوا حتى الخدمة ديالهم تتصعب، ما تتسمحش لهم باش يحضروا، ولكن تيحضروا في أيامات أخرى. ولكن كنشوفك يعني أنت ضروري كتكون في الورشة. أنا حيت المهنة ديالي اللي بغيت نفكرك بها واللي بغيت نقولها، هو هاد القاعة دازوا بها واحد النجوم كاينين دابا في التلفازة، وحنا تنفتخر بهم.
كالممثل أيوب أبو النصر كان في هذه القاعة بالممشى اللي زاداك، كالممثل سعيد مزوار، كمصطفى أقصدار، كالممثل يوسف قطني، عبد الطالب، كفريد دياس تشرفني، وكاليوتيوبر خالد شريف، وعدة فنانين كمشوا لي الأسماء. أنا تنتشرف عن القناة. لما غتقول رمضان كريم؟ رمضان كريم، لما غنقول لك رمضان كريم، رمضان كريم بغيت نقوله الأم ديالي في الجنة إن شاء الله، لأني فقدت هذا السنة الله يرحمه ويرحم جميع، ولأني أول رمضان تنعيشه بلا الأم ديالي، وهذا صعيب عليا بزاف. رمضان كريم تنقول للزوجة ديالي الفنانة إيمان بحسين، رمضان كريم تنقول الأبناء ديالي جادوا لؤي ولينا، رمضان كريم تنقولها الإخوان ديالي والأخوات ديالي، رمضان كريم تنقولها الطلبة ديالي كاملين، رمضان كريم تنقولها لجميع الفنانين وجميع الأصدقاء، رمضان كريم تنقولها للشعب المغربي كامل، ورمضان كريم.